عشنا عرس حقيقي، هذا هو العرس الحقيقي النضالي اللي ما تجيب فيه الناس حتى إغراء، إلا إغراء واحد، الحوار الصريح والشفاف مع المواطنات والمواطنين، مطارحتهم معهم المشاكل الحقيقية. من منا لا يستيقظ صباحا على آلام إخوتنا في فلسطين؟ من منا لا تشكل القضية الوطنية المركزية ديالتنا اللي هي قضية الصحراء هاجسا حقيقيا ويتتبعها ويتتبع مؤامرات ومناورات الخصوم بكل حذر ويقظة؟ من منا لا يعيش مشاكل البلاد ماشي تيتفرج فيها؟ كنا تنعرفوا أزمة الماء، وكنا تنعيش داخل عائلاتنا مشاكل ديال الدعم الاجتماعي المباشر، باش خدا هذا وعلاش ما خداش هذا وكذا، هاد المشاكل كنا تنعيش الحوار الاجتماعي اللي ما غاديش على طريقته. ما يمكنش تحل مشاكل مع قطاع ومثله مئات الالاف في قطاع الوظيفه العموميه، انت باقي ما فتحتيش الحوار. ولا حليتي المشاكل مع قطاع الوظيفه العموميه، ما تيمكن شي ما تعممش هذا الشيء على القطاع الخاص، لان اللي تيهز القفه في الصباح تيهزها وما مكتوبش فيه في جبهته رجل تعليم ولا امراه تعليم. القفه قفه علينا جميعا، ولذلك لا بد من الانصاف. وحتى يكون هذا الانصاف كانت هذه الحكومه عليها أن تأتي بتصور شمولي لمعالجة وضعية الأجور في المغرب. ما تيمكنش نهائيا دي هذه المعالجة الجزئية، ونعتقد هذه المعالجة الجزئية تتقوي الفتنة وتتقوي الاستقرار. وحنا بلد الحمد لله إذا كنا ننعم بشيء فإنها نعمة الاستقرار. شكرا لكم.